عامل أجيال، إحنا معاك، اطمن. أنا مريم، بشتغل في معامل أجيال للتحاليل الوراثية. طارق ودينا لسه متجوزين جديد ونفسهم يخلفوا بيبي، وعشان يطمنوا قلنا Generations Labs. طارق ودينا محتاجين يعملوا في الأول اختبارات ما قبل الحمل عشان يطمنوا إن البيبي هيكون سليم وراثيا. المرحلة التانية من الاختبارات هي مرحلة الفحص المبكر للحمل، ودي مرحلة مهمة للاطمئنان على صحة الجنين وتشخيص واستبعاد 90% من الأمراض الوراثية داخل الرحم. جميع الحوامل في أمريكا وأوروبا لازم يعملوا التحاليل دي. طارق ودينا محتاجين يتأكدوا كمان من صحة البيبي أول ما يتولد، ودي اختبارات مهمة بتلزم بيها وزارة الصحة بتشخيص واستبعاد مرضين ليهم تأثير على نمو الطفل. دول أوروبا وأمريكا بتلزم بفحص 10 أمراض وراثية. إحنا في Generations Labs بنقدر نفحص أكتر من 15 مرة. إحنا المعمل الوراثي الوحيد في مصر المعترف بيه عالميا، والحاصل على شهادة الكلية الأمريكية للوراثة الطبية وشهادة البورد الأمريكي في التحاليل الوراثية، والوحيد في مصر اللي بيديره 5 أساتذة حاصلين على الدكتوراه في الوراثة من مصر وأمريكا وفرنسا. في معامل أجيال إحنا بنستخدم أحدث تكنولوجيا وأجهزة في العالم، وبنتعامل مع أكبر معامل الوراثة في أوروبا وأمريكا. Generations Labs. Together for a healthy family.